السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. فيديو النهاردة شباب هيكون اثبات سحب، اثبات سحب من الموقع اللي انا كنت شرحته لكم من شهر اللي هو موقع الاستثمار. طبعا في ناس كلمتني قالت لي يا احمد احنا عاوزين نشتغل على الموقع ونعمل فيه ايداع، ولكن بشرط اعمل لنا اثبات سحب من الموقع. فانا النهاردة ان شاء الله هعمل اثبات سحب مباشر من الموقع قدام حضراتكم. زي ما انت شايفين يا شباب ده الموقع، للناس اللي مش عارفة الموقع ان شاء الله رابط شرح الموقع بالكامل هسيبه لكم موجود في وصف الفيديو. فدلوقتي يا شباب انا جمعت في الموقع الحد الادنى للسحب اللي هو 10 دولار، فهضغط دلوقتي على كلمة ويزدرو عشان ابدا اسحب ارباحي. بعد كده ابدا احدد الوسيلة الاولى ديت عشان هي اللي بتمكننا من سحب الارباح، مثلا عن طريق العملات الالكترونية او البنوك الالكترونية. عندنا هنا البيتكوين وسيريوم ولايتكوين، وعندك كمان بريفكت موني وبير. فانا اسحب على البير، فاضغط على البير بالشكل ده، وبعدين هنا بقول لي مبلغ السحب. طبعا اقل حاجة 10 دولار، فممكن انا اكتب 10 دولار عادي، وبعدين اجيب له محفظة البير بتاعتي. تمام، احط هنا المحفظة اللي انا عاوز اسحب عليها زي ما انتم شايفين، وعلم على المربع ده اللي هو اي اجري. بعد كده انزل للاسفل واضغط على اوردر او ويزدرو، وبعدين اضغط على كلمة سيند يعني ارسال، وخلاص كده احنا عملنا طلب سحب. لحظات هنا زي ما انتم شايفين بقول لي تم طلب السحب بنجاح اهوت. خلينا نيجي هنا عند كلمة ماني بوكس، وبعدين ننزل للاسفل شويه. زي ما انتم شايفين هنا الرصيد اتصفر من معايا، وحاليا هو كده في المراجعه. طيب دلوقتي عاوزين برضو نتاكد ان احنا سحبنا بنجاح، هنيجي هنا عند الاختيار ده، وبعدين هنختار اخر خانه اللي هي دي يا شباب. تمام، وانا هنضغط على كلمه بيو هيستوري، وهننزل للاسفل شويه، وهنا بقول لي زي ما انتم شايفين تم طلب سحب 10 دولار. وطبعا يا شباب مده السحب في الموقع ده من 24 ساعه ل 48 ساعه، فحاليا انا هنتظر لحد ما السحب يوصلني، وان شاء الله اول ما السحب بيوصل هنبدا نكمل الشرح عشان اقول لكم على حاجات مهمه جدا موجوده في الموقع ده. ورجعت لكم مره تانية يا شباب بعد ما وصلني السحب. طبعا انا انتظرت حوالي يوم وثلاث ساعات اعتقد، فمش فاكر بالظبط. فالمهم يا شباب السحب وصلني في اقل من 48 ساعه. خلينا برضك نشوف الاثبات. هنيجي هنا ونضغط على كلمة ويزدرو، وهننزل للأسفل، وزي ما انتم شايفين ده السحب يا شباب، وهنا بقول تم الدفع بنجاح، وده التاريخ اللي دفع لي فيه. خلينا نروح على حسابي على البير، ونيجي هنا عند المعاملات، وزي ما حضراتكم شايفين بالفعل السحب وصلني يا شباب، ولكن وصل 9 دولار ونص. طبعا النص دولار ده اقتطاعات بنك البير. تمام، فزي ما حضراتكم شايفين الموقع صادق والسحب وصل بدون اي مشاكل، وفعلا زي ما الموقع قال السحب بيوصل في اقل من 48 ساعة. فصراحة شباب الموقع ممتاز جدا جدا. خليني بقى شباب اعمل تسجيل خروج من الموقع عشان اشرح لكم طريقة التسجيل في الموقع، وكمان طريقة العمل على الموقع ده. وملحوظة مهمة برضك، انا شرح الموقع بالتفصيل، فان شاء الله رابط شرح الموقع برضك بالتفصيل هسيبه لكم موجود في وصف الفيديو. خلينا بقى نشوف الموقع يا شباب. مبدئيا كده عشان تسجل في الموقع هتبدا ان انت تيجي على كلمة لوجن اور سين اب هنا، وتضغط عليها بالشكل ده. بعد كده هيحولك للصفحة دي. لو انت عاوز تسجل هتضغط على كلمة سين اب كده، وتنزل للاسفل. طبعا ملحوظة مهمة، هنا الموقع بيقول لك لازم تسجل عن طريق رابط صديق ليك، يعني ما ينفعش تكتب رابط الموقع مباشر وتبدا ان انت تسجل. وانا طبعا بقول لك لو انت حابب تسجل مباشر من خلال رابط الموقع مباشر، حسابك هياخد 3 ايام مراجعه، اما لو انت سجلت عن طريق صديق فانت هتبدا تشتغل مباشر. تمام، فقدامك الاختيارين، لو انت حابب تسجل من خلال رابط صديق هتلاقي الرابط بتاعي موجود في الوصف، اما لو انت حابب تسجل مباشر فهتكتب الرابط ده وتخش مباشر للموقع. عندنا اول حاجه عشان تسجل في الموقع تكتب هنا اسمك وهنا ايميلك، وبعدين هنا تحدد الدوله، وهنا السن مثلا من 18 ل 25، وهنا شباب تحددوا اللغه، مثلا انا بحب انجليزي، وهنا اللغه الثانيه ممكن برضو تسيبها انجليزي عادي. فالمهم وهنا تكتبوا رقم تليفونكم وتسيبوا الاختيارات دي فاضيه عادي، وبعدين تضغط على كلمه سبميت، وهيبدا يبعت لك رساله على البريد الالكتروني الخاص بيك. هتبدا تضغط على الرابط الموجود في الرساله وتبدا ان انت تفعل حسابك بشكل عادي. فدلوقتي شباب انا عندي حساب، فاضغط على كلمة لوجن هنا، وبعدين احط الايميل والباسورد بتاعي، واضغط على كلمة لوجن، وهيبدأ مباشرة يدخلني لواجهة حسابي في الموقع. زي ما انتم شايفين يا شباب ديت الخطط اللي الموقع بيعرضها لك. طبعا انا حاليا مشترك في خطة اللايت بروفيت تيم ديت، فاضغط هنا
عشان يبدأ يظهر لي تفاصيل الخطة. زي ما انتوا شايفين انا دافع $50 وحاليا الخطة بتاعتي شغالة، وديت الارباح اللي عندي حاليا. انا عندي يا شباب 0.30 سنت، يعني ان شاء الله اول ما يوصلوا كمان ل$10 ممكن اسحب تاني بدون اي مشاكل، والخطة حاليا شغالة هي زي ما انتوا شايفين. فخليني بقى يا شباب اشرح لكم طريقة انشاء خطة زي اللي انا عاملها ديت عشان تبدأوا ان انتوا تجنوا الارباح من الموقع. كل اللي عليكم انكم هتيجوا عند الاختيار التاني ده وتضغطوا على الاختيار الاول، وزي ما انتوا شايفين دي الخطط الموجودة في الموقع. عندك اقل حاجة للاستثمار في الموقع ده هي خطة ال$50، والخطة ديت بتتم شغالة معاك لمدة 280 يوم، تمام؟ ودي ارباح الخطة زي ما انتوا شايفين كده. فهنا برضك عندك خطط اكبر لو انت حابب تكسب مبالغ اكبر، عندك خطة ال$100 لحد $150، عندك هنا خطط كتيرة يا شباب زي ما انتوا شايفين لحد $50,000 لو انت حابب. وطبعا خطة ال$50,000 ديت مش هتكون زي خطتي، يعني ديت هتديك اضعاف مضاعفة من الربح اللي انا بكسبه. يعني شوفوا مثلا انا خطتي باخد 2% مثلا، الخطة ديت هتاخد 20%، يعني فرق 20 مرة شباب. فمثلا لو انتوا عاوزين تعملوا خطة وليكن مثلا خطة ال$50، هتضغطوا على الاختيار ده وهينزلك للأسفل هنا. هنا هتبدأ اللي انت تكتب خطة ال$50، وبعدين هنا مثلا تختار الطريقة اللي انت هتعمل ايداع بيها. مثلا لو انت عندك في المحفظة بتاعتك فهتضغط هنا. انا طبعا هعرفكم طريقة الايداع دلوقتي، وبعد كده يا شباب عشان نبدأ نشتري الخطة ديت هنضغط على كلمة باي فور $50 اللي هي العملة ديت. طبعا ديت عملة الموقع ولكن هي معناها الدولار، تمام؟ بعد ما تبدأ تضغط على الاختيار ده هيبدأ يخصم منك $50. خلينا بقى نيجي لأهم حاجة وهي طريقة إضافة الدولارات في الموقع ده عشان تبدأ اللي انت تستثمرها. هنيجي كل اللي عليك انك هتضغط على كلمة اسمها هنا ماني بوكس. هنضغط على كلمة ماني بوكس هنا وبعدين ننزل للأسفل. هنا زي ما انتم شايفين ممكن تضيفوا رصيد في المحفظة بتاعتكم عن طريق الضغط على الاختيار الاول ده، فخلينا نضغط عليه بالشكل ده. وبعد كده هيقول لك حدد الطريقة اللي انت هتدفع بيها، فهنختار اول اختيار ده وبعدين هننزل للاسفل. وملحوظه مهمه يا شباب، هنا لو تلاحظوا معايا في الاعلى بيقول لك انت مثلا حابب تدفع عن طريق البيتكوين ولا الايثيريوم ولا مثلا اللايت كوين ولا البرفكت ماني ولا البير، يعني عندك بنوك كتير. فمثلا لو انت هتدفع عن طريق البير هتضغط عليه وبعدين تضغط على الاختيار الاول ده وتضغط على كلمه اي اجري وتضغط على كلمه ادد يعني اضافه الرصيد. ولاحظوا معايا اللي هيحصل، هنا هيبدا يحولكم للصفحه ديت. هنضغط على كلمه باي عشان تبدا اللي انت تعمل ايداع. فمثلا انا هعمل ايداع مثلا ب $100، هيبدا يحولني على بنك البير وهيبدا يقول لي ادفع ال $100، تمام كده يا شباب؟ فدي يا شباب طريقه الايداع داخل الموقع ده. كده يا شباب انا شرحت لكم طريقه الايداع، فكل اللي عليكم بقى بعد ما تعملوا ايداع هتيجوا على الصفحه دي زي ما قلت لكم وتبداوا اللي انتوا تشتروا الخطه الخاصه بيكم عشان تبداوا اللي انتوا تكسبوا من الموقع ده. وطبعا في الفيديو الشرح اللي فات انا شريت قدامكم الخطه وبدات اللي انا اشتغل قدام حضراتكم، وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي انا عملت اثبات السحب قدام حضراتكم عشان الكل يكون مطمن وهو بيسحب. فكده شباب اكون شرحت لكم الموقع بالكامل. فان شاء الله للناس اللي حابه تشتغل على الموقع هسيب لكم الرابط موجود في وصف الفيديو، واشوفكم بقى في فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.